محمد. إلى أين أنت ذاهب؟ كنت متعب قليلا. خيرا بإذن الله، لكني أود أن أخبرك بأمر. والله ما بيني وبين الإمام إلا ود موصول، حتى وإن اختلفنا في الرأي. سئمت من الفرقة والاختلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. يجلس البويطي مكانه ويأخذ حرملة لأمر مهم ويقرأ على الربيع كتبه، وأنا أنت تعود الآن إلى حلقة ابن إدريس تتلقى علمه وتنفع به الناس بإذن الله. والله يا بني لا أطمئن لعلمك إلا في حلقته. لم نركم في حلقة علوم الإمام مالك منذ فترة، فقد فاتكم الكثير. نقصد حلقة الإمام محمد بن إدريس. محمد بن إدريس يا رجل لا يقول في حلقته إلا ما كتبه في بغداد، وفي أكثره يخالف إمامنا الإمام مالك. وقد بات يخالفنا في كل صغيرة وكبيرة. وما شأنكم أنتم؟ ما شأنكم في أي حلقة يجلس الطلاب؟ صرتم جميعكم فقهاء تتكلمون عن الإمام مالك وعن الإمام محمد بن إدريس هكذا؟ ألستم تطلبون علوم الدين وأصل العلم الصحيح؟ أم تريدون المحدثات والبدع؟ بلى، نريد العلم الصحيح، ونعوذ بالله من خبائث المحدثات والبدع. خذوا العلم من منبعه واجمعوا الصحيح منه في حلقة الإمام مالك. فليس الفقيه الشافعي إلا أحد تلاميذ مالك، ومؤخراً بدأ يجاهر بخلاف أستاذه. هذا هو يا عقيل، لا ينكر قاص أو دان أنه ما كان للشافعي أن يصبح فقيهاً لولا الإمام مالك رحمه الله وثبتنا على منهجه. وراحنا من الفقيه ابن إدريس وبدعة. أصمت! لستم أكثر من غوين. تتجرؤون وتتكلمون عن العلماء، لابد من أن تتأدبوا. بل أنتم من يستحقوا التأديب، فأنتم من ساعد الشافعية على تفريق الجماعة. وهل هذا الذي تفعلونه في الجامع هو ما يساعد على لم شمل الجماعة؟ كنا على أمر واحد حتى جئتنا وألقيت الشر بيننا. وهل تتوحد الجماعة عندما تتجرأ على الإمام مالك وتخطئه أمام الناس؟ كف عن هذا يا عقيل، كفاكم جميعا. هل نسيتم أين أنتم؟ في المسجد وتتشاجرون؟ عودوا إلى حلقاتكم وتابعوا دروسكم. يوسف، اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.